أفندم أنا موجود. سمعت الاتهامات التي أسدتها النيابة العامة إليك، فما قولك؟ كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة. أثبت أن كل هذه الاتهامات لم أرتكب. أهلا بكم مشاهدينا. بالتأكيد الشطات اللي جابها زميلنا أحمد مرسي دلوقتي شطات تاريخية، ليس في تاريخ مصر فقط ولكن المفروض في تاريخ الأمة العربية، في تاريخ العالم كله، في كل الشعوب الحرة اللي بترسم حريتها ديمقراطيتها بأيديها، والقضاء هو الذي سيقول كلمته في النهاية إذا كان المتهم بريء أم كان جاني، أم حجم الجرم اللي ارتكبه قد إيه. ده هو دلوقتي في قرار المحكمة هي التي سترسي أو ستثبت بالحقائق والبراهين ما مدى الجرم ومدى الاتهام، وبالتأكيد هيكون الحكم مكافئ أو يساوي هذا الاتهام. ولكن اللي احنا عايزين نقوله أن بما حدث أمس في هذا اليوم التاريخي هي بلورة وتجميع لدم الشهداء، دفعوا دمهم لمصابين عديدة، آلاف من المصابين دفعوا معينيهم، دفعوا إصابات كتيرة ليهم، بملايين المواطنين اللي راحهم وقالوا لا عايزين حرية، عايزين مصر أفضل، فيا رب يكون دي دفعة لمصر الأفضل. يبتدي بالنشط الرئيسي لجريدة الجمهورية بأمر الثورة: مبارك في القفص. القاضي نادى المتهم محمد حسني السيد مبارك فرد: أفندم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، علاء وجمال وراء قضبان يحجبان العدسات عن الأب، ولكن حبيب العدل وبعض قيادته من الشرطة الحابس يحبس ولو بعد حين. الأستاذ علي عبد الزايد، أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ علي، صحتك طيب؟ كنت طيبين. تعليق حضرتك. والله هو أوجز تعبير إن إحنا قدام محكمة القرن أو محاكمة القرن، التعبيرين يمشوا قوي، وأنا أعتقد كمان زي ما قالت الاندبندنت أو زي ما قال روبرت فيسك هي المشهد الموحي الملهم، أو زي ما قالت الفاينانشال تايمز قالت أكبر دراما في تاريخ مصر، أو زي ما قال إبراهيم عيسى ده يوم القيامة السياسية في مصر، أو زي ما قال جمال الغيطاني النهاردة بنعلن انتهاء العصر المملوكي، مصر تتخلص من المملوكية، مصر بتحاكم الفرعون. أعتقد المشهد يمكن أكبر من الكلام، أكبر من التعبير، موحي إنما ليه دلالات خطيرة جدا. الرسالة الأولى فيه لكل حاكم هيجي مصر، هنقول له دايما الشعب هيكون أقوى منك، الشعب اللي كتير طمعوا فيه الحكام والطغاة والمستبدين النهاردة بيوجه لهم رسالة قوية جدا، بيقول لهم الثورة نجحت بنسبة كبيرة جدا وكل يوم بترد نفسها الاعتبار. المحاكمة النهاردة بتوجه رسالة للي بيأيدوا الثورة واللي بينهضوا الثورة، وبتطلع لسانها لكل اللي قالوا لمبارك أسفين يا ريس، بتطلع لسانها بجد تقول لهم كسفوا عيب، تقولها الناس الحقيقة ما يستحقوش ان هم يظهروا على الميديا والإعلام عشان يصدروا لنا سموم المفروض انتهى عدها لسه لغاية امبارح واقول امبارح واليوم فاتت، ناس بتكلمنا عن الرمز، ناس بتقول انتوا اسقطتم هيبة الرئيس، هيبة الرئيس ما سقطتش، نيكسون عشان كذبة اتشال، كلينتون اتمسح بيه بلاط السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأذيعت أدق أسراره واتنشرت في كتب وكلنا اطلعنا عليها ومحدش طلع قال انتوا كسرتوا هيبة أكبر رئيس في العالم. لدولة في العالم. لما بقول للناس خص بالذكر السيدة لميس جابر، يمكن مش هتعرفوها قد ما نقول إنها مرات يحيى الفخراني، الحقيقة بقول لها توقفي توقفي أرجوكي، لأن اللي انت بتقوليه عيب، ثورة ضاع فيها كتير جدا، دفع فيها ثمن غالي،
ألف شهيد وألف مفقود أنا بعتبرهم في عداد الشهداء. النهاردة الثورة بتقول أنا موجودة. الثورة بتقول للبلطجية اللي لسه مش عايزين يبطلوا، اللي وقفوا قدام باب المحاكمة امبارح بيضربوا أسر الشهداء على مشهد من 200 محطة فضائية، مشهد مغزي مغزي، إنما مشرف للشهداء اللي لسه ما شافوش غليلهم، مشهد مبارك يكاد يكون الافتتاحية الأولى علشان قلوب تبرد ودموع تخف أو تجف شوية. أنا بقول إن دي نصرة قوية لمصر اللي أنا متفائل بيها. أنا ما عنديش كلام عن المبارك، خلاص أنا بعتبر المشهد، المشهد امبارح أشبعني معنويا، أشبعني إنسانيا، بعيدا عن الشماتة، بعيدا عن التشفي زي ما الناس دايما عايزة تحزمنا وتثبتنا. أنتوا بتتشفوا، أصبط أنت بتتشفى، تشفى في مين؟ أنا بطالب بحق الشهداء، بطالب بحق المصريين اللي استمرأ مبارك معاملتهم على مدار 30 سنة كعبيد. مشهد ليه دلالاته يكاد يكون غير مبالي بالمحاكمة. هذا هو مبارك اللي قالوا لنا في غيبوبة، محامي ادعى انه في غيبوبة تامة وهو بعيد عن انه يكون في غيبوبة. مبارك كان بكامل عافيته وعنفوانه وصحته، انما للحظة الأخيرة كان بيتم المتاجرة بصحة مبارك، اللي أنا بشوف انه يعني كواحد في سنه بصحة هائلة جدا ومعقولة جدا. هو برضه يقال انه لما نزل وقابل أولاده كان ماشي على رجليه، وإن كان من ممكن انه يدخل الجلسة على كرسي متحرك ولا يسأل عن آلة، ولكن ضارة النافعة. واحنا قلنا الثورة دي محمية، كان أنا السبت اللي فات كنت عند على الهواء وقلت الثورة دي محمية، يلعب اللي يلعب ويضيع وقت اللي يضيع وقت، إنها في الآخر ربنا اللي حارسها. بص لها كسر.